الكيلو والكيلو وين والخمسة هذه عادي فصفص. ودنا نزلنا في السوق، شفنا السوق عبارة عن ساحة مستديرة هكذا، تدخل مدخل بعدين المحلات صايرة كذا وهناك المخرج، وهذه ساحة كبيرة في الوسط. طبعا نزلنا في الوسط، نطالع يمين، أنا لابس ثوب شتوي، كان الجو بارد. أي دخلنا محل محلين، ماشي ماشي، قعدنا نتمشى ونشوف مجموعة نساء معهن أكياس بهذا الحجم، يعني حجم ايش أقول لك، بارتفاع متر، وهذا عرضها مليان شاحن. جيت عندهم قلت هذا وش؟ قالوا هذا توقيين. هم عارفين ان اغلب الناس اللي يجون توقيين، واقفين في بوابة مكان مدخل. لما دخلنا المحل، المكان هذا وإذا هو ساحة كبيرة وفيها مثل الطاولات، هذا مثل الحراج، اللي المزارع يجيب اللي عنده كيسين خيشتين كبار ثلاث أربع ويحطه، يجي زبون مباشر يشتري منه أو يجيه دلال يدلل عليه. طبعا الوقت ذاك ما كان فيها أحد. دخلنا، هذا بكم؟ وشو هذا؟ قالت تقين. أخذت شميته، والله زين، ريحته رائعة جدا، يعني شيء ما يخطر على البال. طيب هاتي، خلنا ذوق، انا مع الشم وهذا والشوف ما يكفي، خلنا ذوق. انا صار عندي خبرة لا بأس فيها بنسبة تقول 60%، ومع ذلك هم يعني ما هم سهلين في مسألة الغش. خبرة خبرة مثل ما عند موجود عندنا في كل المجالات، ناس تغش بشكل محترف، مثلهم مثل غيرهم يعني من البشر. المهم أخذت منه شوي، أول محل وقفنا فيه سوى لنا مويه مغلية، صبيت شربت ممتاز، طالعت الورق ممتاز، زين كم السعر؟ قالوا كذا، قلت لا كذا. أنا قال لك اسكت الحين فرحان، هن حوالي سبع، واحدة اللي تبيعنا من هذه وثنتين معهن أكياس، اشتر مني تكفى، اشتر مني، شاغلونا. طبعا زوجتي خايفة معي، زوجتي كانت خايفة، نوع من الخوف، ليس خوف شديد، خوف الغربة، ما الغربة وكذا. هذا شغلة. الشغلة الثانية انهم هم محترفين حتى في المشاغلة، مثل الشريطية من اول، حقون الغنم، ما الغنم اللي يجون يشاغلون اللي ينزل الغنم في بالحراج، يشاغلونه يشاغلونه يبلشونه يضحكون عليه. المهم انا هذه اتكلم معها، قلت انت انتظري حتى انتهي من هذا واشتري منكم كله ان شاء الله. نفسه قالت نفسه، اخذت شوي حطيت، ذقت ممتاز، الورق ممتاز، زدت عليه الماء مرتين ثلاث، المهم اعطيته فرصه كامله في التجربه. قلت خلاص اشتريته، كم عندك؟ قالت عندي 3 اكياس. كم كيلو وزناها؟ طيب حلو، تعالوا بنعبيها الان، بنعبيها فورا قدام عيني بيكم تعبونها. قالوا نروح نعبيها هناك في محل هناك، وياخذوني انا وزوجتي، وهذولي ما زالوا يبلشوني، تكفى خلنا اشتر من عندنا، هذه تجيني تكفى تكفى اشتر مني تكفى. مهما كان عندك خبرة لابد انك تقع في اخطاء وينضحك عليك. المهم رحنا للمكان هذاك، جابوا مثل السفر القديمه الحصير تعرفونها، ولكنها صايره مثل مرتفعه كذا مكوره وجوانبها